طول الوقت قاعدة في أوضتها وفي حالها جدا، بس من أول ليلة رجعت فيها لاحظت حاجة غريبة قوي، حاجة مش مفهومة نهائي، حاجة خلتني أفتكر كلام والد وليد. افتكرت كل كلمة عنهم، وبالذات الجملة دي: وليد وأمه وراهم مصيبة كبيرة. والحاجة دي اكتشفتها في نفس الليلة اللي حماتي جت فيها من عند أختها. كنت نايمة عادي مع وليد كالعادة، وهو نايم جنبي، وفجأة في نص الليل حسيت بيه قايم يتسحب بهدوء لغاية ما طلع من الأوضة خالص. جه في بالي وقتها إنه ممكن يكون رايح الحمام أو المطبخ، بس لقيته اتأخر قوي. قلقت عليه وقمت من مكاني وطلعت بره بالراحة أشوفه. دورت عليه بس ملقيتهوش خالص. قربت من أوضة حماتي كانت مقفولة. استغربت قوي، احنا مش بنقفل عليها الباب، وليد هو اللي قال لي كده عشان لو نادت علينا نسمعها. قربت اكتر من باب الأوضة، سمعت صوتها هي وليد. مش قادرة احدد هما بيتكلموا في ايه، هيكونوا يعني بيتكلموا في ايه نص الليل كده. استغربتهم قوي بصراحة. جريت بسرعة على اوضتي قبل ما يحسوا بيا. جريت وانا مندهشة من اللي بيحصل ده. معقول تكون نادت عليه وانا ما سمعتش؟ يمكن محتاجة حاجة منه، بس أنا ما سمعتش صوتها، وهتحتاج إيه في نص الليل؟ بعد شوية وليد رجع الأوضة بتاعتنا، وعلى طول حط راسه على المخدة ونام في ثواني. نام وسابني في حيرتي لوحدي، وطبعا ما عرفتش أنام من كتر التفكير. فكرت في كل حاجة ممكن تخطر ببالكم، وأول ما النهار طلع حضرت الفطار. قعدت قدام وليد وهو بيفطر، شكله بريء جدا، فعلا شكله طيب قوي. معقولة أكون مخدوعة فيه للدرجة دي؟ كان نفسي قوي أسأله عن ليلة امبارح، بس بصراحة ما قدرتش، الخوف مسيطر عليا. فضلت ساكتة وكاتمة في نفسي. وبعد الفطار وليد نزل على شغله، وأنا جهزت الفطار لحماتي وديتهولها لغاية عندها. استقبلتني بابتسامتها الهادية، ابتسامتها اللي محيراني ومخوفاني جدا. أنا عارفة أني ما شفتش منها لغاية دلوقتي حاجة وحشة، بس برضو أنا مش قادرة أنسى أبدا كلام بابا. يمكن لو ما كانش قالي الكلام ده كنت اتعاملت عادي وما كنتش ركزت في أي حاجة بتحصل، بس سبحان الله كلامه كان عامل زي المنبه اللي كل شوية يفوقني وينبهني إن في لغز مش مفهوم. قدمت لها الأكل وقلت لها مش محتاجة حاجة تاني مني يا ماما. قالت لي عايزاكي بخير يا بنتي، ربنا يريح قلبك. خرجت من عندها وأنا ساكتة. أنا أصلا اتعودت على السكوت، اتعودت اشوف بعيني واسكت، استحمل واشيل الطين وبرضه اسكت. الله يسامحها مرات ابويا، هي السبب في كل اللي انا فيه ده. حاولت اشغل نفسي بترتيب البيت وتجهيز الاكل قبل رجوع وليد من الشغل. وليد عنده محل عطور وبخور، وما شاء الله ناجح جدا، والنهارده اول يوم نزول ليه بعد جوازنا. هو المفروض بيقعد طول اليوم في الشغل وبيرجع بالليل، بس الغريب ان لقيته بعد ساعتين بس من نزوله فتح الباب وسلم عليا، وبعدها دخل على أوضة مامته من سكات وبرضه قفل الباب عليهم. فضل عندها فترة بسيطة، بس بصراحة عدت عليا كأنها سنين. ما كنتش عارفة اتصرف ازاي، ادخل عليهم واشوف بنفسي ايه اللي بيحصل، واستنى زي ما بعمل كل مرة. قربت من الأوضة بالراحة خالص. بصراحة نفسي افتح الباب عليهم بأي شكل، ولسه همسك الأكرة لقيت وليد فتح الباب ووقف في وشي بالظبط. اتلخبطت طبعا، وكان لازم اداري الموقف، عشان كده قلت له: خير يا وليد، ايه اللي جابك فجأة كده؟ رد وقال لي: ما تقلقيش يا حبيبتي، انا متعود على كده على طول. وفجأة قرب مني واداني علبة غريبة وقال لي: صح كنت هنسى، ده نوع بخور جديد، جربيه وقولي لي رأيك، وياريت تبخري بيه النهاردة، انا بحب البخور قوي. اخدته منه وضحكت له، انا مش فاهمة حاجة، وفي نفس الوقت خايفة اسأله اكتر من كده. هو وليد لغاية دلوقتي كويس معايا، بس أنا برضو قلقانة من تصرفاته، وخايفة أسأله واتلخبط واجيب سيرة بابا، خليه فاكرني مش فاهمة حاجة أحسن. أنا لسه لغاية دلوقتي معرفش هما وراهم إيه بالظبط. كملت شغل البيت، وفي نفس الوقت كنت بدخل أطمن على حماتي كل شوية. كنت بسألها إن كانت عايزة حاجة، بس ردها دايما كان: ربنا يبارك لك يا بنتي. ما كانتش بتطلع بره أوضتها نهائي، واللي كان مساعدها على كده ان اوضتها كانت واسعه جدا وفيها حمام خاص بيها، كانت بتتحرك فيها بصعوبه، التعب كان واضح جدا عليها. كان نفسي اقرب منها قوي،
خوفي وقلقي يكونوا أكبر مني، واللي زود خوفي أكتر رجوع وليد مرة تانية قبل ميعاد انتهاء شغله. برضه عمل زي المرة اللي فاتت، دخل على أوضة حماتي وقفل الباب وبعدها نزل من غير كلام خالص، والكلام كان بيتكرر يوميا. كان كل ليلة يقوم ويروح أوضتها من غير ما أحس، وفي النهار يسيب شغله ويرجع مخصوص عشانها، وبرضه يقفل الباب عليهم. ده غير أنواع البخور اللي كان بيجيبها كل يوم ويطلب مني إن أبخر منها. كنت بنفذ كل طلباته من غير كلام، كنت هادية جدا من قدامهم، بس في الحقيقة كنت بموت كل ليلة من الرعب. كنت حاسة إني عايشة مع ناس غامضة، ناس غريبة الأطوار، مع إنهم كانوا كويسين جدا معايا، بس غصب عني خفت منهم. ده أنا ما خفتش من مرات أبويا بالشكل ده، أصل سعاد كانت واضحة معايا مرات أبويا وبتكرهني، لكن وليد ومامته ناس غريبة، طيبين قوي وفي نفس الوقت مريبين جدا. وفي مرة جرس الباب رن، ما كنتش متعودة على زيارات من يوم ما اتجوزت، محدش بيزورنا نهائي ولا حتى هما بيزوروا حد. حتى خالة وليد اللي كانوا على صلة بيها سافرت السعودية عند بنتها. فرحت لما لقيت جرس الباب بيرن، بس لما فتحت الباب ولقيته قدامي اتصدمت عشان ما توقعتش زيارة، ما توقعتش انه ممكن يجي لغاية هنا. يا ترى جاي ليه وعشان ايه؟ معقول يكون عنده كلام يريح قلبي وعقلي؟ الشخص اللي بتكلم عنه كان والد وليد، أستاذ إبراهيم اللي جالي شغلي وقلب حياتي قبل فرحي ب24 ساعة. رحبت بيه عادي جدا. أي نعم وليد ما بيتكلمش عنه خالص، بس برضه هو باباه، لازم أعامله أحسن معاملة. وبعد ما قعدنا سألني وقال لي أخبارك إيه يا ملك يا بنتي، أنا جاي النهاردة مخصوص عشان أطمن عليك. رديت عليه وقلت له الحمد لله أنا بخير، بس برضه محتاجة أفهم من حضرتك حاجات كتير. قال لي أنا ما عنديش كلام تاني أقولهولك، ما عنديش كلام اكتر من اللي قلتهولك قبل كده. قلت له وانا بعيط تقريبا كده كل كلامك صح، انا مش عارفه اتصرف ازاي واعمل ايه. قال لي بسرعه يا بنتي امشي من البيت ده، امشي بسرعه قبل فوات الاوان. وقبل ما ارد عليه سمعت صوت خطوات بطيئه جايه ناحيتنا، ركزت مع الصوت لقيتها حماتي كانت ماشيه بالعافيه عشان تيجي عندنا. بصت علينا جامد قوي ووجهت كلامها لوالد وليد وقالت له انت ايه اللي جايبك هنا؟ عايز مننا ايه تاني؟ قال لها جيت عشان احذر بنت الناس منك، بنت الناس اللي مخدوعه فيكم. قالت له بصوت ضعيف امشي اطلع بره، حرام عليك يا اخي. قالت الجمله وفضلت تعيط جامد، ما كانتش قادره تتحكم في اعصابها. قربت عليها عشان اساعدها بس للاسف ما لحقتش، في ثواني وقعت على الارض واغمى عليها. ما كنتش عارفه اتصرف ازاي، حتى والد مشي بسرعه وسابني، اختفى في لمح البصر. اتصلت بسرعه بوليد اللي في ثواني كان عندي، وبعدها بلحظات نقلناها المستشفى. كنت مرعوبة جدا، وخصوصا بعد كلام الدكتور اللي قال لنا ان عندها انهيار عصبي قوي وان اكيد اتعرضت لموقف ضايقها. كنت ساكتة مش قادرة اتكلم. وليد بصلي وقال لي ايه اللي حصل يا ملك؟ ما كنتش قادرة اتكلم، مش عارفة ليه سكت، ما قدرتش اقول ان بابا هو السبب. قلت له ما عرفش، انا لقيتها وقعت فجأة. بصلي بنظرة غريبة قوي، لأول مرة أحس إن وليد مش طيب زي ما كنت فاكرة. نظرته خوفتني جدا واكتفى بالنظرة دي وما نطقش بأي كلمة. حسيت إن فعلا في لغز في الموضوع، تصرفات وليد غريبة ومش مفهومة. ورغم إحساسي ده فضلت ساكتة، ومن ضمن تصرفات وليد الغريبة اختفائه المفاجئ. سابني في المستشفى واختفى، معرفش راح فين، غاب كتير جدا. اتصلت بيه بس كان قافل تليفونه. فضلت قاعدة في المستشفى جنب حماتي، وفي آخر اليوم الممرضة جت وطلبت مني هدوم لحماتي، فاضطريت طبعا أروح البيت عشان أجيب الهدوم، والحمد لله أني رحت في الوقت ده بالذات. زي ما يكون ربنا كان عايزني أكتشف بنفسي كل حاجة. وأول ما دخلت البيت قعدت في الصالون أرتاح من تعب المشوار، وفجأة سمعت صوت غريب جاي من أوضة حماتي. اتخضيت جدا، انا متاكده ان مفيش حد في البيت. قربت بالراحه خالص عشان اقدر اسمع كويس، والمفاجاه لما سمعت صوت وليد وهو بيقول حرام عليك، انت ليه بتاذينا بالشكل ده؟ احنا نفذنا كل طلباتك. والصوت تاني رد عليه وقال له انت لسه ما نفذتش كل طلباتي. نبره صوته كانت غريبه قوي، تقريبا اول مره اسمع نبره بالصوت ده، كانت زي ذبذبات طالعه من راديو او جهاز. كمل كلامه وقال له انت عارف كويس انا عايز ايه، لو ما نفذتش اللي انا قلته هدمرك. وليد رد عليه بعصبيه وقال له
انا عملت لك كل اللي انت عايزه، بس انت عمرك ما هتحس ولا هترضى، وهتفتكر اني خايف منك. الصوت التاني ضحك ضحكة غريبة وقال له: لازم تخاف يا وليد، اللي زيك هيعيش طول عمره خايف. وليد رد عليه وقال له: لولا خوفي على زعلها كنت شفت مني وش عمرك ما شفته. أعوذ بالله منك ومن شرك. جسمي أشعر من الكلام اللي سمعته. مش عارفة وليد بيتكلم مع مين، بيتكلم في الأوضة دي بالذات، أوضة حماتي المجهولة، أوضتها اللي ياما خفت منها. جريت بسرعة وسبت البيت كله. أنا مش عارفة وليد كان بيكلم مين، بس متأكدة إن في حاجة مريبة بتحصل. العيلة دي مش طبيعية، وليد وأمه فيهم حاجة غريبة، والله أعلم إيه هي. وصلت بيت أبويا وأنا بترعش من الخوف. اللي شفته في بيت وليد الايام اللي فاتت كان فوق احتمالي. قررت اني لازم اتطلق وابعد عنهم نهائي، هو ده القرار السليم اللي قدرت اوصله. انا ابويا ما كانش في دماغه زي كل مره، قال لي بس كلمتين مجامله ونسي الموضوع زي عادته، واصلا مش فارق معاه حاجه غيرها هي وبس. مش مهم عنده ان بنته تتطلق بعد شهر واحد من جوازها. للدرجه دي مراته اهم مني؟ معقوله الزوجه اهم من الاولاد؟ طبعا لازم تبقى اهم مني، ما هي مش امي، لكن أكيد ولاده منها مهمين عنده لأنهم ببساطة منها. يا ترى كل الأزواج كده ولا أبويا بس اللي كده؟ طب ليه الدنيا بتعمل معايا كل ده؟ ليه قاسية عليا بالشكل ده؟ ليه مليش حظ فيها؟ اتحرمت من أمي، اتوجعت من أبويا، مليش حظ في جوازتي. كنت فاكرة إن ربنا يعوضني في الجواز، كنت فاكرة إني هرتاح أخيرا، بس اكتشفت إن اللي زيي ملهمش راحة. يا الوجع اللي جوايا، لو الاقي بس حد يشيل معايا ويخفف عني. وليد اتصل بيا كتير اليوم ده، رديت عليه بكل صرامه وقلت له: انا مش هكمل معاك يا وليد، احنا لازم نتطلق. قال لي وهو مصدوم: ليه كده يا ملك؟ وانتي شايفه ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ قلت له: لو سمحت، مناسب مش مناسب انا اسفه، مش هقدر اكمل. قال لي بصوت حزين: ماشي يا ملك، اطمن على امي الاول، وبعد كده اللي انتي عايزاه انا هعملهولك. قفلت معاه وانا مقتنعه بقراري، انا ما ظلمتوش، بالعكس انا الضحيه الوحيده في الحكايه دي. انا طول عمري الضحيه في كل حكايات حياتي، انا كنت مستعده استحمل معاه اي حاجه، ما انا طول عمري متحمله. بس اللي بيحصل ده مفيش حد يقدر يستحمله. مين يستحمل يعيش مع ناس غريبه الاطوار بالشكل ده؟ صحيان في نص الليل، بخور طول الوقت، امور كتير غريبه وملهاش غير تفسير واحد، اكيد حد فيهم مخاوي. وعلى الرغم من تجاهل أبويا الموضوعي حكيت له، كان لازم أحكي لأي حد، كنت هموت من السكوت. حكيت له كل التفاصيل، وطبعا سعاد كانت قاعدة وسمع كل كلامي، ما كانش هاممني بصراحة. أنا أصلا اكتشفت إن مشاكلي مع سعاد ولا حاجة جنب اللي عشته في بيت وليد. أبويا بعد ما سمع كلامي قال لي: قصدك يعني بيحضروا عفاريت مثلا؟